انطلاق بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل بمحافظة الوادي الجديد. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار نبني بطل نحقق أمل في الفترة من 5 حتى 8 من فبراير الجاري بالوادي الجديد، ويشارك في البطولة عدد 700 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر. ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات في مسابقات الألعاب الجماعية والفردية، وسيتم تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام على مستوى البطولة.